كانوا يدزون انتشرت بالمنتديات بال من يدش منتديات المعقدين يدشون منتديات هذه المجازين اللي يبيعونهم شو اسمه المكاتب تلاقيه مكتوب السكيدجول مال المسلسلات يعني انت شلون تعرف ان انت هذه طريقتك انك تعرف انه في شيء بالتلفزيون؟ انا اجز يقولوا لي ترى انت شو اسمه تعال اقول لهم يقولوا لي ترى ايش اسمه انزين سالفه ان الواحد شلون يعرف هذه شغله الاعلام انت شنو تحبين تشوفين بالتلفزيون؟ انا احب ادمان مسلسلات تركيه وادمان اغاني اغاني يعني ما بس انا قاعد اطنل حتى بغرفة الميك اب منوعة جنبنا اذا ما في اغاني بالتلفزيون حطوه بالتليفون اغاني ما اعرف زين وانتي مريومة انا بعرف شريفة شو تحب تشوف انا تخلوني اشوف التلفزيون تحبين تشوفين نفسك كل شويه قاعده اسحب حق باكر حق حطيت باكر حطيت عقب باكر ما تخلون الواحد يشوف التلفزيون يعطيك العافيه طبعا ما تشوفين التلفزيون بس تشوفين برنامجنا طبعا خلونا وانا اقدر اشوف شيء ثاني لحظه خلونا ننوه مشاهدينا طبعا لا تنسون صفحتنا على الفيسبوك جاذرينج شو بعد مره اقولها بعد مره على الفيسبوك جاذرينج شو راح تطلع تحت الشاشة. أوه. إيميل الشاهد. إيميل برنامجنا gathering@الشاهد. مكتوب تحت. .tv. gathering@الشاهد.tv. مرة ثانية نواف. gathering@الشاهد.tv. نواف جد قلها عدل عشان. مسابقة. gathering@الشاهد.tv. صج رابط. موجود. موجود على الشاشة إذا ما قاعد تفهمون يمكن أنا قاعد أتكلم لغة ثانية يعني. إيه فهذا هو. هذا برنامجنا نواف يحب طبعا احلى تحيه حق كل انسان اليوم من اول حلقه كان معانا وعلى قلبنا طرش لنا كلام حلو وايد كذا واحد صح زوانه فهذيلا اول اصدقائنا انت بعدين بالميتنج انت بالميتنج بتشوفوا الوجه الثاني انت كلي خلينا نعرف لنا هذه كانت حلقتنا ونورتنا شريفه طبعا والحين شكلها بتزفنا فهذه كانت حلقتنا اليوم خليكم معانا وتابعونا كل يوم من الست للسبع ونص مع السلامه تحلوا مع السلامة استنى مع السلامة ما كنت شغل فيهم مع السلامة